عقد المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية ندوة تحت عنوان مهنة الترجمة وجامعة دمشق في خدمة المجتمع، وذلك في صالة رضا سعيد للمؤتمرات. ضمن برنامج الندوة المعلن هنا نتحدث عن واقع الترجمة في سوريا، واقع تدريس الترجمة في سوريا والآفاق المستقبلية، وأيضا نضع سؤالا مهما يعود إلى النقطة الأولى التي ذكرتها، هو هل يكفي التأهيل الأكاديمي، يعني هل تكفي الدراسة في الجامعة إلى لكي يدخل المترجم في سوق العمل أم لا؟ هل هنالك حاجات أخرى؟ ندوة ضرورية للتعريف بدور المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية في مجال تأهيل المترجم في اختصاصات متعددة. هاي الاختصاصات تحتوي اختصاص الترجمة التحريرية واختصاص الترجمة الإلكترونية والسمع بصرية واختصاص الترجمة الفورية. الندوة تتضمنت جلستين تعريفيتين عن مسيرة المعهد العالي للترجمة في سوريا وعلاقة التأهيل الأكاديمي بسوق العمل ودور الجامعة ومتطلبات سوق العمل، كما عرضت بعض المشاريع لطلاب المعهد العالي للترجمة. الفعالية هي اللي عم تصير، الاهتمام باليوم الترجمي اليوم العالمي للترجمة على مستوى الأمم المتحدة ومستوى كل الدول ومن جملتها سوريا طبعا، هي بتبرز أهمية دور الترجمة والمترجمين بالتواصل بين الشعوب، ببناء جسور التفاهم، بإبراز أنا بالنسبة إن قضايانا نحن والدفاع عنها، تعديل الصورة المشوهة اللي أعدائنا عم يحاولوا يرسموها عن بلدنا وعن إرثنا الحضاري وتاريخنا. المداخلات كانت على مستوى عالي جداً، بتناقش يعني الأمور كلها بشكل جيد وواضح. نحن نحتاج إلى فعالية أو آلية تنفيذ لكل المقترحات والآراء اللي وردت، وإن شاء الله نحن نتمنى بجهود كافة الجهات المسؤولة أن نرتقي بعمل الترجمة إلى المستوى المطلوب. المعهد العالي للترجمة أحد روافد العلم والمشهد الثقافي في سوريا، ويسعى خلال مسيرة عمله وأنشطته إلى دمج المعرفة الأكاديمية بسوق العمل.